اولا شكرا جدا على السبورت في الفلوج اللي فات، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم دايما. خلينا نبدا في الموضوع بتاع النهارده. برلين عاصمه المانيا، واحده من اشهر العواصم في العالم، واللي مشهوره دايما بانها ارخص العواصم في المعيشه، وعشان كده الناس بتجيلها من كل مكان علشان تسكن فيها. بس لكن فيها مشكله قاتله. المشكله هي السكن، لدرجة ان جريدة The Guardian قالت ان السنة اللي فاتت بس برلين زادت بمعدل 20.5% عن كل السنوات اللي قبل كده، وده رقم كبير جدا. وانا جربته بنفسي، عشان اول مرة جيت هنا في برلين كان صعب جدا 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 الاقي سكن، ودورت كتير لدرجة ان انا بدلت 4 اماكن لحد دلوقتي عشان اعرف اسكن واكمل سكن في برلين. وكمان السكن بتاع الطلبة والستودنفيرك عليه اكتر من 2 سنين انتظار عشان تعرف تسكن. تخيل 2 سنين، ده انت هتكون خلصت كل الدراسة بتاعتك وانت لسه مش لاقي مكان سكن لو انت بتدرس ماستر، فالموضوع مأساوي. خلينا نروح للمشكلة المهمة دلوقتي. قالت الناس ان برلين من ارخص الدول، فعلا كانت من ارخص الدول، بس ده كانت في الفترة اللي فاتت، لان حرفيا بعد الحرب برلين كانت مقسومة نصين، جزء في الشرق وجزء في الغرب، وكانت كل الاماكن السكنية اغلبها بنسبة كبيرة جدا مدمرة، لدرجة ان الاس والاوبان اللي احنا كنا بنتكلم عليهم في المرة اللي فاتت اتدمروا حرفيا، وبيبدأوا فيهم كانوا من الاول وجديد، البلد بدأت من الاول. فعلشان كده اللي كان في اماكن كتيرة موجودة، بس لكن لما كانت السياسات معمولة علشان تجذب ناس اكتر فكانت رخيصة، لكن دلوقتي في ناس كتيرة جدا. وفي قاعدة بتقول ان كل ما الطلب يزيد الاسعار بتزيد معها تلقائيا، فبالتالي الاسعار في برلين بتزيد، وده اللي خلى حاجة مهمة جدا تظهر نوعيات الشقق الصغيرة اللي الناس عايزة تسكن فيها علشان ما عندهمش فلوس يسكنوا في شقق كبيرة. وبالتالي كان الناس اللي عايزة تفرش الشقق بتاعتها دي او عايزة تجدد الفرش بتاعها محتاجة انها تغير فرش كامل، من فرش كبير لفرش صغير، او في حالة انه لو الواحد جاله طفل فان هو يرمي فرش من الفرش اللي عنده ويجيب فرش مكانه اصغر علشان يكفي احتياجات الشقة اللي عندهم اللي مساحتها صغيرة. وده اللي عمل حاجة مهمة جدا، خلى الناس تفكر ازاي تتخلص بالفرش بتاعها بطريقة كويسة وكل الناس تستفاد بيها. ففكروا ان هما كل واحد لو حد مش محتاج الفرش بتاعه يديه لحد تاني محتاجه، لان هو خلاص مش هينفع يسيب الفرش بتاعه في المكان ده، او ما ينفعش يرميه في الشارع ليترلي. فالناس فكرت فعملت حاجة اسمها free your stuff. free your stuff دي عبارة عن جروب على الفيسبوك. الجروب ده بيعمل ايه؟ لو اي حد مسافر من برلين، واللي احنا عارفين برلين اغلبها طلبة، فهو بيسيب الفرش بتاعه او بيحطه على الجروب، فالناس لو حد محتاج الحاجة دي يروح ياخدها منه، وبالتالي هو مش هيتكفل بمصاريف ان هو ينقل الحاجة علشان يعملها reusing او يسيبها في الشارع او ما يعرفش يتصرف فيها. والتاني بدل ما بيشتري الحاجة جديدة فبيلاقيها مستعملة وبجودة نظيفة جدا وباستعمال نظيف، فبالتالي اوفر ليه جدا. خلينا نخش على الجايد. وبالتالي لو انت عايز تعيش في برلين وما تشتريش اي فرنيتشر وتجيبه مستعمل، فبالتالي عندك اختيارين، يا اما فري جروب فري يور ستاف زي ما قلنا، او تاني حاجة ايباي كلاينستاين. ايباي كلاينستاين لو انت ده ابلكيشن مخصوص لايباي هتلاقيه هنا في المانيا، لو انت دورت عليه هتلاقي ناس كتيرة عارضة كل الحاجات بتاعتها ببلاش، ليترلي ببلاش. وانا جبت الكنبة بتاعتي ببلاش منهم، ما اتكلفتش غير مصاريف المواصلات. وبالتالي الجايد بتاعك لو انت لسه جاي في برلين ومش عايز تتكفل مصاريف الفرش، هتعمل حاجة من الاتنين، يا اما تفتح فري يور ستاف او تفتح ايباي كلاينستاين وتدور على الحاجة اللي انت عايزها وتروح تاخدها منه، وهنيه لك. رقم 2، زي ما دايما بنحاول ننصح ازاي الدول النامية بتشتغل، حاول دايما ان انت تتخلص من الحاجات اللي مش محتاجها. مرجع ليك حلقة الدحيح. الدحيح كان اتكلم على ان الناس دايما عندها عقدة نفسية انها بتحاول تحافظ على الحاجات حتى لو ما كانتش هتستخدمها. اتخلص من العقدة دي وتخلص من حاجتك ووديها لحد تاني يستفاد بيها، وخاصة في مصر. مصر فيها عرايس كتير جدا نفسهم في حاجة حتى لو مستعملة عشان يعرفوا يستخدموها ويعملوا بيها بيوتهم ويبدأوا حياتهم. اتخلى عن حاجتك دي واديها لعرايس محتاجينها، واشوفكم في الحلقة اللي جايه.